جددت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي دعوة بلادها لهدنة إنسانية للصراع في غزة. وأضافت جولي أنه لم يتبقى سوى وقت قليل لإخراق الكنديين والرهائن في أثناء تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، مشيرة إلى أن هناك 400 كندي محاصر في غزة ويعيشون في خوف ويأس. Israeli civilians are important, and as important, Palestinian civilians as well. At all times, international humanitarian law must be respected. Also,